كان رخيص وسايل كده. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال داير المردي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندك حاجة في قروش؟ مشى البيت الرجل فتش فوق تعيد ما لقى اي حاجة ولا جنيه واحد. قال له عندك خاتم من حديد؟ لا ذهب لا فضة، حديد ولا يساوي خاتم. رجع فتش البيت ما لقى خاتم الحديد. قال له هل معك قرآن؟ قال نعم. ما هو؟ قال إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربيس وسايب. كده جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم وقال داير المردي. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عندك حاجة في قروش؟ مشى البيت الرجل فتش فوق تعيد ما لقى أي حاجة ولا جنيه واحد. قال له عندك خاتم من حديد؟ لا ذهب لا فضة، حديد ولا يساوي خاتم. رجع فتش البيت ما لقى خاتم الحديد. قال له هل معك قرآن؟ قال نعم. ما هو؟ قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ده القرآن المعروف، ثلاث آيات، أقصر سورة في القرآن أو من أقصر سورة القرآن. ليس فقد زودتكها بما معك من القرآن، إنا أعطيناك الكوثر. بس رجل ثاني جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وداير مرة قال لي عندك حاجة؟ قال لي ما. قال لي إلا جوز نعان، جوز بتاع شبشب. قال لي اذهب فقد ملكتكها بها. قال المرة رضيتي؟ غير رضيتي. أدوها شبشب فرد يمين وفرد شمال، بقت مرته عقدوا له. عشان كده كان الحلال منتشر والحرام منعدم. الآن العكس، لأنه الشاب عشان يتزوج لا بد أول حاجة يسوي ويعمل وداك. وانتوا عارفين الموضوع طويل جدا. بعدين يا جماعة الزواج ده هو سبب من الغنى ذات. صح ممكن ما تبقى غني مرة واحدة كده غني عمارات، لكن حالتك بتكون أحسن في الغالب. الله يفتح عليك، ولو بعد فترة، ولو بعد شهور، ولو بعد كم سنة. الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سبحانه وتعالى وعد في القرآن، قال إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. الراجل والمرأة بتعرف الصالحين الصالحات، قال يغنيهم الله من فضله، الله واسع عليم. دي مسألة. المسألة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم ورانا كيف تختار المرأة. قال تنكح المرأة لأربعة، يعني الناس دي كلها في العالم واحد داير مرأة قال لي جمالة بس، ما عنده علاقة بالدين، شكل بس. واحد داير لي مالة، تقول لي عندي لك مرأة تزوجها، تقول لك عندها عمارة، داير المرأة ولا العمارة؟ تقول لك عندها بيت، عندها عربية، ده داير عريس العمارة ما المرأة. واحد لي مالة بس، وده بالشريعة ما ممدوح، ده مذموم. زي الأول، واحد دار المرأة لحسبها قبيلة شرف وكده، وده برضه مذموم. واحد دائرة لدينا، النبي عليه الصلاة والسلام قال الدائرة لدينا ده أحسن زر بحال، قال فاصبر بذات الدين تربت يده، لأنه المرأة ذات الدين هي ذات سبب الرزق. سبب لأنه أنت اخترتها عشان ترضي الله، وربنا بيده الرزق يا جماعة وبيده المال. قال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. قال تعالى إن الله هو الرزاق بالقوة المتين. أما الرجل، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا جاءكم من ترضون فرق بيناتهم، عشان تنتبه له، لأنه ممكن زول يكون بيصلي وحافظ القرآن كله، لكن تدي البتي هنا يلطشها كف صباحه، أخلاقه كعبة، زول صعب، وده ما محمود يا جماعة. النبي عليه الصلاة والسلام وصانا بالخير بزوجاتنا وبناتنا وأخواتنا، بالنسوان عندنا في البيوت، كان زوجة ولا أخت ولا بنت ولا أم ولا حبوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا واستوصوا بالنساء خيرا. ألا واستوصوا بالنساء
عوان عندكم. والله الحديث الزول بيفهمه يعرف حق النسوان عليه تمام، من زوجة وأخت وبنت وأم إلى آخره. وأعظم حق حق شنو يا جماعة؟ الأم، بعد ذاك البديل، لأنه قال أمك ثم أمك ثم أمك. فإنهن عوان عندكم، عوان يعني شنو؟ عوان يعني أسيرة مسجونة عندك. شفتوا الأسير لما نجي من الحرق بيوم ربط ما عنده حيلة، أكله ده إلا تختاره لو أنت السيد بتاعه، لبسه ده تختاره لو أنت، مكانه بيقعد فيه في يدك أنت بعد تقدير ربنا. يبقى الأسير ده ما عنده حرية، لا في أكله لا في لبسه لا في مكان قعاده، أسير عندك أسير. النبي صلى الله عليه وسلم قال للمرأة دي أنت مشيت عقدت عليها ودفعت المهر وجبتها، يبقى السيد أسير عندك. الأسير ده مقهور يا جماعة، قاعد عندك، فالمرأة دي قاعدة عندك أسيرة أو تحسين. وما بيقول حيري معنى الحديث الصح، إلا إنسان فهمه تمام كما قال الفقهاء، أو إنسان ضاق معنى الأسر. لو ضقت معنى الأسر أو السجن بتعرف حق المرأة كويس، تفهم الحديث كويس، تحسين لها إحسان تمام في رزقها في طعامها في لبسها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أن تكسوهن إذا اكتسيت، وتطعمهن إذا طعمت. لحتى زوجتك عليك ما تكون أنت ماكل كويس ولابس كويس ما شاء الله نظيف، ومرتك وأولادك وبناتك في البيت مهدرين وإنت عندك القدرة، ما تبقى عليهم جبار وبخيل. تحصل لهم. النبي عليه الصلاة والسلام قال خيركم أحسن زول فيكم، ما الزول اللي قدام الناس عامل فيها صالح وعابد وصلاي، قال خيركم، صحيح خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتكون خير لأهلك، تحصل لهم زوجتك أمك قبليها، أمك أول حاجة، بعد ذاك أبوك، بعد ذاك زوجتك وأولادك، تحصل لهم تمام. أنت أحسن زول عند ربنا سبحانه وتعالى، ما أحسن زول الزول بالظاهر بالصلاح قدام الناس، لا، أحسن زول لأهله، ابتداء من أمك ثم أبوك ثم زوجتك وأولادك وأرحامك وأقاربك أنت، ده أحسن زول. حتى لو ما في زول عرف إنه زول كويس، ده عند الله سبحانه وتعالى خير إنسان. أحسنوا لأولادكم. وأعظم إحسان، وأختم بالكلام ده، الأكل والشراب قلناه وغيره واللبس، أعظم من الأكل والشراب واللبس والدواء وغيره إن تعلمهم الدين. تعلمهم شنو يا جماعة؟ الدين. أول حاجة تعلمهم حق ربنا عليهم الشهادتين، شهادتي التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودربنا الأول بالإسلام، تعلمهم في البيت إنهم يتمسكوا بربنا، ما يمسكوا في زول، لا يستغيثوا في زول، لا يتوكلوا على أحد، لا يدعو أحد، يمسكوا في ربنا. بعد ذلك تعلمهم الصلاة، الركن الثاني من أركان الإسلام، يصلوا في وقتها الصبح تصحيهم يصلوا. الأولاد يمشوا معاك الجامع، النسوان والبنات في البيت لو بدهم يمشوا الجامع ما تمنعهم، لو صلوا في البيت أحسن لهم. لكن الأولاد من عمر 7 لفوق يصلوا، من عمر 10 لفوق تقلدوا يصلوا. بعد ذلك الصيام تعلمهم باقي أركان الإسلام، تعلمهم الدين. البنات تعلمهم يلبسوا الحجاب، الأولاد تعلمهم الطهارة والعفة وبر الوالدين. وكذلك راعي الغنم، ويلك اتقي الله، أدخلها في المرعى الحسن الأخضر، غنم. قالوا فإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيتي، الحاكم راع مسؤول عن رعيتي، الرجل راع في بيتي مسؤول عن رعيتي، المرأة راعية في بيت زوجها مسؤولة عن رعيتها. ساق له الحديث في غنم، فكيف بأولادنا وبناتنا وزوجاتنا؟ صلى الله وسلم بارك على محمد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعريس والعروسة، ونسأل الله سبحانه وتعالى يزوج لأولادنا جميعا وبناتنا جميعا، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرحمنا برحمة واسعة، ويفتح لي الزوجين من رزقه، ويصب عليهم العيش المال ورغد العيش والبركة صبا إنه جواد كريم.
وأن يرزق الجميع ويبارك فيهم. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم. إحنا وقال عريس.